كان معايا في هذه اللحظات معالي الوزير، طبعا وزير الرياضه السابق، هو كابتن واحد نجوم الكبار في تاريخ النادي الاهلي، كابتن طاهر ابو زيد. برحب بحضرتك في البدايه، وانت متواجد النهارده سعيد جدا، وكنت مصر انك تكون متواجد. اولا عايز اقول اهلا، احنا النهارده بنتكلم في حدث تاريخي حقيقي. النادي الاهلي النهارده بيضع حجر الاساس لفرع رابع في منطقة مفترض ان هي يعني بيسعى اليها الجميع. ده معناه ان النادي الاهلي في مجلس ادارة بيفكر في مستقبل ابنائه. مش عاوز اكرر كلام اللي قلته في المؤتمر في الحقيقة، انما عايز يعني اجسد او اؤكد حقيقة ان احنا امام ادارة واعية، ادارة استطاعت في الحقيقة خلال سنوات قليلة جدا ان هي تحقق، عايز اقول، انجازات على مستوى الانشاءات، انجازات على المستوى الرياضي، على مستوى حتى التعامل النفسي مع عضو النادي. فالنهارده وضع حجر الاساس لفرع رابع، اعتقد ان دي اضافه جديده، على كل اهلاوي ان يفخر بهذا العمل. محمود طاهر في الحقيقه النهارده بيبعت رساله لكل من يعمل في العمل العام او العمل الرياضي، بانه راجل بيشتغل بصوت هادي، وبيشتغل دون ضجيج اعلامي، وبينجز لناديه ولاعضائه بشكل واضح. وبالتالي دي رساله محترمه لكل من يريد ان يعمل في العمل العام. مساله الوعود الكثيره جدا اللي شفناها في الحقيقه في الوسط الرياضي بشكل عام خلال السنوات اللي فاتت، اعتقد ان صورتها كانت صوره سلبيه عكس ما تحقق اليوم. عشان كده اللي حضر النهارده في الحقيقه هم متواجدين بدواعي الفخر، لان هم مش بالنسبه لهم مش مفاجاه اللي اتحقق في عهد هذا المجلس، لان المجلس ده تحديدا كل ما عاهد بيه اوفى. وبالتالي انت امام ناس جاده. النادي الاهلي علمنا ان احنا بنحترم من يعمل. النادي الاهلي بيبقى كل ابنائه حوالين من يعمل. النهارده محمود طاهر بيعمل حقيقه. فأنا بهنيه هو ومجلس إدارته في الحقيقة، وعايز أقول إن مجلس إدارته بالكامل، لأن المهندس محمود طاهر تولى مجلس إدارة النادي الأهلي وكان معاه 11 عضو مجلس إدارة. فأنا عايز برضو النهارده وإحنا بنهني اللي موجودين اللي هم الجزء المتبقي في مجلس إدارة النادي الأهلي النهارده، وعايز في الحقيقة ما انساش المجموعة الأخرى وهذكرهم بالاسم. المهندس أحمد سعيد، الكابتن طاهر الشيخ، هشام العمري، ابراهيم الكفراوي، اعتقد دول اللي كانوا في مجلس النادي الاهلي واستقالوا لاسباب تخصهم في الحقيقه، انما ما تخلينيش ما افتكرهمش بكل الخير، لان انت بتتكلم على مجلس كامل. محمود طاهر النهارده كمان بيضرب نموذج انه بيذكر كل مجلس ادارته حتى اللي مش موجودين معاه النهارده. فانت امام في الحقيقه شخصيه بتدي رسائل كتيره جدا على مستوى الانجاز، على المستوى الشخصي، على مستوى تقديره لزملائه سواء كانوا موجودين في المجلس او مش موجودين. فعايزين نقول ان احنا امام حقيقه شخصيه متميزه بيفخر بيها النادي الاهلي. وانا زي ما قلت في المؤتمر، المهندس محمود طاهر هو امتداد للفريق مرتجي وللكابتن صالح سليم وللكابتن عبده صالح الوحش. دي نماذج اعطت للعمل العام بمنتهى الشفافيه وبمنتهى النظافه دون تكسب ودون ان يستفيدوا من النادي الاهلي. احنا امام نموذج تقريبا لهؤلاء العظام الثلاثه. بتمنى له كل التوفيق والمجلسه. بوجه تهنئه لكل من ينتمي للنادي الاهلي النهارده، واحنا بنضع حجر اساس لفرع رابع. اعتقد خلال السنوات الجايه يشعر الجميع بقيمه هذا الحدث اللي عمله محمود مجلس ادارته. شكرا جزيلا.